أسقطوا شرعية الدكتور مرسي، سنعلنها شرعية إسلامية خالصة. نحن نعدهم بأنهم سيسحقون. سيكون هناك خطوات تصعيدية لا يتخيلها. هذا الذي يحدث في سيناء ردا على هذا الانقلاب العسكري يتوقف في الثانية التي يعلن فيها عبد الفتاح السيسي أنه تراجع عن هذا الانقلاب وأنه صحح الوضع ورده إلى أهله وأن الرئيس يعود إلى سلطاته.